السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز الأهم الأنباء من قناة التناصح. أعلن مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها اعتزامه وتسليم جثمان الطيار عادل الجاني المحتجز لديهم منذ حوالي أسبوعين بعد إسقاطهم طائرته جنوب المدينة. وأضاف المجلس في بيان له الأحد أن الاحتفاظ بجثامين القتلى ليس من سياسة المجلس إلا لأمر عارض، ومنه رد الاعتداء بمثله، وذلك في إشارة منه لاحتجاز ميليشيات الكرامة جثمان محمد الخشخاج أحد مقاتلي المجلس الأيام الماضية. وأكد المجلس بأنه سيعود جثمان الجهاني لأسرته عن طريق مجلس أعيان وحكماء مدينة درنا، مضيفا أن مجلس الأعيان سيختار الجهة التي سيتم تسليم الجثمان لها. في ملف آخر، شنت طائرة حربية تابعة لمجرم الحرب حفتر غارة جوية استهدفت فيها تمركزات مجلس شورى ثوار بنغازي بمنطقتي الصبري وحي خريبيش وسط المدينة. مصدر من شورى بنغازي أوضح أن القصف استهدف مسجد بروين وعمارة عفط، مضيفا بأن القصف خلف ضررا مادية كبيرة بالمنطقة. أشار المصدر إلى وقوع اشتباكات متقطعة بين مقاتلي شورى بنغازي وميليشيات الكرامة بحي خريبيش وسط المدينة. سلمت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الأحد نسخة من المسودة المتفق عليها إلى المؤتمر الوطني العام، واستلم رئيس اللجنة المكلفة من رئاسة المؤتمر الوطني إسماعيل العايب رسميا من رئيس لجنة التواصل والتنسيق بهيئة الدستور أبو القاسم يوشع نسخة من المسودة المعتمدة من قبل الهيئة. ودعت الهيئة المؤتمر الوطني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري من خلال الاستفتاء على مسودة الدستور. في آخر خبر في هذا الموجز، قام وفد من مدينة مصراتة وعملية البنيان المرصوص بزيارة الأحد إلى دولة قطر، وناقش الوفد الذي ضم آمر عملية البنيان المرصوص العميد بشير القاضي وعددا من مرافقه مع وزير الدفاع القطري ورئيس هيئة الأركان سبل محاربة الإرهاب وتقديم كافة المجالات لتحقيق التعاون بينهما. وقدم وفد البنيان المرصوص الشكر لدولة قطر على ما قدمته لقوات العملية في حربها ضد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بمدينة سرت. مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.